قبل أيام انطلاق الدور الجهوي في نسخته الرابعة، والذي ينظمه نادي التحدي للكرة الحديدية بمدينة سيدي بنور، قام طاقم جريدة دكان 24 بزيارة للملعب البلدي والذي من المقرر أن يحتضن هذا الدور. وفيما يلي تصريح للسيد محمد حمدوش رئيس نادي التحدي للكرة الحديدية. مرحبا جريدة دكان 24 وشكرا على الاستضافة. فيما يخص سؤالكم على الاستعدادات ديالنا للدوري السنوي الرابع لجمعية أو لنادي التحدي للكرة الحديدية، المزمع إجراءه إن شاء الله، الأطوار ديال الإحصائية ديالو يوم 12/6/2022. الاستعدادات بدأت هذه مدة شهر بالمناسبة. لا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه الملاعب ذات المواصفات الدولية. أشكر الجماعة الترابية لسيدي بنور لأول مرة في شخص الرئيس ديالها أنها كتعطينا جميع الإمكانات اللوجستية من الأدوات ومن الوسائل اللي خلتنا أننا نوجدوا هذا الملعب بهذا الشكل هذا. ثم الناس ديال الإنعاش الوطني اللي قاموا بالنظافة، ثم الشركة اللي هي مكلفة بتدبير المفوض ديال النظافة ديال المدينة ديال سيدي بنور، والسلطات المحلية في الشخص سيدي باشا اللي كنجيو كنصيبو الباب مفتوح وفوجهنا على الدوام. هذه الاستعدادات لا شك انها تكبد او تستدعي باش تكون واحد المبالغ مهمه، الا اننا حنا ما غنشكيوش، ولكن من باب الاعتراف بالجميل، لاننا كان كيساعدونا غير الناس الذاتيين بمبالغ اللي كنستطيعوا باش نوجدوا بها الادوات باش نخدموا. الجوائز الماليه لا شك ان هناك جوائز ماليه تزيد عن 15000 18000 درهم. هذه المسائل هذه لولا بعض الناس ولولا بعض المحسنين ولولا بعض الغيورين على الرياضة لما استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى من التنظيم. ومشهود النادي التحدي على حسن تنظيمه للمباريات ذات الطابع الوطني، مثل مباريات كأس ما بين العصاب اللي جرات لهنا سنة 2017. هذا النادي الحديث العهد اللي تأسس اصلا في سنة 2017، النتائج ديالو اللي حصل عليها خلال المسار ديالو الرياضي في هذا المجال على عدة ألقاب، منها كأس العصبة لسنة 2017، ثم كأس العصبة لسنة 2018، ثم الدوريات ما يعادل 9 أو 10 دوريات في سنة 2017، تليها سنة 2018 كذلك. النتائج اللي صمتتنا باش نكونوا حاضرين في البطولتين، البطولة ديال كأس ما بين العصاب في فريبكا، ثم كأس ما بين العصاب في فقي بن صالح، هذه نتائج ما كانت لي تأتي لولا تضافر جهود وتضافر الاخوان ديال الجمعيه. بصفر درهم ديال الدعم، ما كاينش عندنا دعم، لاننا نواجه دائما ب عدم الامكانيه، على اعتبار ان القوانين التنظيميه لا تسمح للجماعات الترابيه او الجماعات الاقليميه او الجماعات الجهويه لدعمنا. هذا كل ما يمكن نقوله له. شكرا. شكرا. جاتوك معنا الحدث اللي هو حدث وطني،
وهو مناسبة الدوري الرابع القمة الرابعة بين الاتحاد في الكرة عند الإمام. الحاجات اللي كتشارك فيه تقريبا كنتمناو ونتمناو ونبناو تشارك فيه جميع العصاب اللي منضوي تحت الجامعة الملكية اللي هي 9 العصاب الفنية الأول بلغي مع النظرة تقريبا راهو مش بكاملين أو غير واحد رؤوس الشهادة اللي غادي نكملوهم إن شاء الله. كيعرف تقريبا إن شاء الله كنتمنى فوق 150 لعيبة أو 30 اللي هي تقريبا 450 لاعب تمناو. بالنسبه للفريق ديالكم واش على تم الاستعداد يعني ناوي بانه يحقق شي نتائج ايجابيه؟ بالنسبه لنا حنا ملي بدينا عندنا سمينا التحدي على قول التحدي لانه كنا عندنا حنا النتائج مجموعه من نتائج على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الجهوي. فاز بكاس العصاب بجوج مرات 2017 و18 والمغربيه 2019 و18 مشاركه وربع النهائي كاس نادي العصاب 17 و18. من بعد ظروف الجائحه الدراري عندنا الشبان كاين عندنا واحد عدد كبير مهم من الشبان اللي عندنا دارما مع المدرسه ومع الدراسه امتحانات ما ملتحقينش كاملين وحنا ديما الحمد لله كنطرحوا نحققوا هذا الشيء تكون ترضينا حنا وترضي الواقع الرياضي اللي صدقنا. شنو كتطلبوا من الساكنه النهار اللي غيكون فيه الدوري ان شاء الله؟ الساكنه حنا الحمد لله نشوف كما قال الرئيس حنا دعمنا الساكنه ما كاينش كاينين الناس اللي يتعاونوا معاك. اما بالنسبه لهذا المجلس الجماعي شويه كيعاون وفر شي حاجه اللي هي على المسائل اللوجستيكيه لانه ما لقيناش عراقيل والناس راه ديما كتدعمنا الحمد لله. نظرا للنتائج اللي كنحققوا حنا راه حنا يعني حنا من الجمعيات اللي شرفت مدينه سيدي والله وحنا راه ان شاء الله سميتو راسي محمد فراس القطاطي راه غادي غندير واحد اللوحه اللي غنديروها ان شاء الله ديال التاريخ ديال الانجازات اللي حققنا من البدايه حتى اليوم ان شاء الله. هذا الشيء اللي كنتسوى على فرصه الشباب المنخرطين لنادي التحدي الكره الحديده في سيدي النور. هذه مسائل روتينيه عاديه تمارين زعما اللي كنديرو بشكل يومي عادي بشي زعما بمناسبه ولا هذا شكل روتيني او تمرين روتيني اللي كنديروها كل نهار. غادي نلتحق للشباب الاخرين نظرا للدراسه. هاد الملاعب اللي كتشوفوا معنا هي ملاعب اللي غتحتضن ربع النهائي نصف النهائي والنهائي ديال اللي عطيناه تحت شعار الرياضه قادره للتنميه. وهذا الدوري سنوي كل سنة. شي كلمة للجمهور من هذا المنبر كان النادي والساكنة ديال سيدي بنور كنقول لكم مرحبا بكم عند نادي التحدي. غادي تكون هناك منتجة ويكون هناك مستوى اللي كتعرفوا العصبة مستوى رائع واللاعبين في المستوى. إذا مرحبا بكم نهار الأحد ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 ليلاً.